يا مرحبا عزيزي مولود الجوزاء، كيف رح يكون شهر أيار مايو 2024 بالنسبة لك؟ شهر ممتاز، ولكن من بعد تاريخ 21 الفترة الأولى من الشهر، لأنه الكواكب متواجدة كلها ببرج الثور المشتري، طبعاً كوكب الحظ أورانوس وكمان الشمس في هذا الموقع، يمكن يعملوا حالة من البطء أو يعملوا حالة من مراوحة المكان شوي، أو ما تشعر أنه في تغييرات كتير أساسية بحياتك خلال 3 أسابيع الأولى من هذا الشهر. هلأ بتقدر طبعاً، يعني فيني أقول لك أنه شهر شوي متقلب أو شوي مختلط، في كواكب حتدعمك كتير بالتأكيد، يعني المريخ الموجود ببرج الحمل طوال هذا الشهر بيعطيك قوة طبعاً وقدرة على الاستمرار والمثابرة، أيضاً الزهر عطارد الموجود ببرج الحمل أول 15 يوم بهذا الشهر، وبتعرف أنه عطارد هو كوكبك الحاكم، بيحسن كتير من أمورك وخاصة أمورك العائلية، يعني إذا حابب تعمل تغييرات بهذا الشهر على صعيد مكانك، إقامتك، عقار مثلاً، علاقات عائلية بحياتك، فبتاخد شكل كتير حلو. بس إجمالاً يعني أنا بشوف هذا الشهر بالنسبة لك شهر يحتمل أنه تعيد النظر فيه بكل ما مضى، وأنت رح تشعر بهذا الشيء. الشمس شوي رح تسحب الطاقة منك، شوي رح تخليك تفكر بالماضي أكثر من المستقبل، وهذا لابد منه. كل مرة بالسنة في شهر بيمرق على كلياتنا، بنعيد النظر بكتير أمور لنشوف إنه هل قراراتنا كانت صحيحة، هل نحنا تصرفنا بطريقة صحيحة، شو الشيء اللي استفدنا منه، شو الأشياء اللي لازم نستغني عنها خلاص نحطها ورانا ونمشي. هذا هو الشهر، شهر لإعادة تقييم الأمور وإعادة تقييم أوضاعك بشكل عام. طبعاً من تاريخ 21 تنتقل الشمس لبرجك، بتتوضح الرؤية بالنسبة لك، بتصير بتسترجع حماسك، بتسترجع حيويتك، تفاؤلك، طبعاً أكيد الفرص أيضاً، وكمان الزهرة يلي متواجدة طول الوقت ببرج الثور لتاريخ 23، الزهرة طبعاً كوكب حب أنت بتعرف، فيمكن كتير يدخلك بمتاهات عاطفية، مو يعني ما في فرص بس يمكن ما تكون مناسبة، أو ربما الشخص المعني يلي بيعنيك مولود الجوزاء يكون بعيد عنك، سواء بعيد من ناحية نفسية وسواء بعيد من ناحية جغرافية. كتير منكم ممكن يكون لهم علاقات مع أشخاص بعاد عنه بالموقع الجغرافي، علاقة عبر الإنترنت ربما، علاقة بعيدة عن العيون، ما بتقدر تعلنها، ما بتقدر تشهرها، في شوي تردد، والبعض الآخر ممكن يرجع له الماضي بزيارة بهذا الشهر. فأنت وقراراتك بدك تنتظر أمورك العاطفية لا قرارات فيها بهذا الوقت، ولكن من بعدها رح يكون للحب حضور قوي بحياتك. اعتبارا من تاريخ 23 تنتقل الزهرة لعندك، تنتعش العواطف، تزدهر الاجتماعيات، العلاقات بشكل عام، تتبدد الخلافات، وبيلحقها مباشرة بعد يومين المشتري وهو الكوكب الأهم وكوكب الحظ الأكبر، حيكون عندك بتاريخ 25 ورح يبقى ببرجك لمدة عام كامل، وهو أصلاً كوكب الحب الخاص فيك، فاستعد مولود الجوزاء للنزول لساحات الحب بعد هذا التاريخ طبعاً إذا كنت خالي، لأنه كتير العواطف رح تزدهر، المناخ العاطفي رح ياخد شكل أكثر إيجابية، رح يكون في عندكم لقاءات عذبة وحلوة، رومانسيات هائلة رح تكون بالفترة القادمة، ولكن أول 3 أسابيع بدنا نهدي شوي. طبعاً بهذا الشهر مولود الجوزاء في عنا ولادة قمر واكتمال للقمر، والقمر شو بيعني لك؟ القمر بيعني لك المال بالنسبة لك دائماً، فأنت دائماً تابع حركة القمر، لأنه كل ما بيكون في تحرك أو حدث معين فلكي بخص هذا الموضوع أمورك المالية هي اللي بتتأثر. فعنا ولادة قمر ببرج الثور بالنسبة لك شغلة كتير مهمة، إذا كانت دخل مالي جديد أو مصدر جديد للدخل، أو ربما دخل إضافي لإلك، أو ربما انتهاء من باب كان عم يجيك منه أرباح واستعداداً لفتح باب جديد.
وعندنا أيضا اكتمال للقمر ببرج القوس. هذا الاكتمال بيعنيك أكيد مباشرة مولود الجوزاء، لأنه بالوجه بالموقع المقابل لك تماما بتاريخ 24. أنا بشوف هذا في حسم وفي قرار نهائي متعلق بأحد شراكاتك أو ارتباطاتك، سواء كانت المهنية أو حتى الشخصية، فإن شاء الله تكون إيجابية وما تكون سلبية. المهم بهذا الشهر كتير مهم يعني تكون دقيق، تنظم أمورك، تنظم مواعيدك، تحاول تطلع من حالة فوضى أو من حالة تكاسل أو تأجيل لبعض الأمور. هذا كتير مهم بهذا الشهر. لاحظت أنه من جانب رح يكون منيح ومن جانب شوي نفسي رح يعمل لك شوية تراجع، ولكن الأحداث ما رح تكون بطيئة يعني كتفاصيل أيام بالنسبة لك. إجمالاً شهر جيد ورح يكون أفضل بكتير، وبداية انطلاقة كتير مهمة اعتبارا من تاريخ 21 من هذا الشهر. أما عن الأيام الأكثر حظاً بالنسبة لك طوال شهر أيار مايو، فهن رح يكونوا 2، 10، 11، 19، 20، 21، 28، و29. هدول الأيام مهمين جداً وحيكونوا كتير إيجابيات بالنسبة لك. أما اليوم يلي شوي بدك تاخد حذرك منه فهو يوم 24، 25، وأيضاً يوم 31. عزيزي مولود الجوزاء، بتمنى لك شهر جيد تتحسن في أحوالك وأمورك، وإلى اللقاء الشهر القادم.